الشباب؟ وعليكم السلام. كل سنة وانتم طيبين، كل ترم وانتم طيبين. في البداية طبعاً بشكر المجموعة اللي فكرت ونظمت، دي حاجة مهمة جداً، توقيتها هايل جداً إنك تبتدي تفكر في مشروع تخرجك، وعشان تقدر تفكر في مشروع تخرجك لازم عندك معطيات كتير لازم تكون عارفها. فالنهارده هنحاول اقول لك ايه المعطيات اللي لازم تكون عند حضرتك وانت بتختار مشروع تخرجك، واجاوبك على الاسئله لو عندك اي اسئله. انا هنا اولا بصفتين، صفه للديبارتمنت ان انا هقول لك فكره عامه المشروع بيشتغل ازاي كديبارتمنت على بعضها، وبعدين الصفه الثانيه بصفه شعبه ميكانيكا المواقع، ده هيبقى بعد اول ثلاثه سلايدز. والحقيقه الكلام اللي هقوله لا مش انا اخدت فيدباك من كل اساتذه شعبه ميكانيكا المواقع، فانا هقول لك بالظبط كل واحد فيهم بيشتغل فيها عشان يبقى عندك صوره كامله على الشعبه مش على الاشخاص. طبعا انت عارف ان احنا اربع شعب، شعبه الثيرموداينامكس، هيت ترانسفير، باور ستيشن، اير كونديشنج اند ريفريجريشن، انترنال كومبشن انجن وغاز داينامكس اوتوموتيف، فلويد ميكانكس، هيدروليك ماشينز، هيدروليك اند باور نيوماتيك سيستم، وايروداينامكس، وبعدين الديزاين والفايبريشن والكنترول. الحقيقه التصنيفه دي تصنيفه اداريه. انا واحد من الناس معترض عليها، يعني انها تبقى ابلايد عليك وانت بتختار المشروع. يعني حتى انت لو بصيت هتلاقي في حاجات مش راكبه مع بعض، خليني ابقى صريح معاك. يعني لما اقول لك انترنال كومبشن انجن مع جاز داينامكس، هو الجاز داينامكس مش احد فروع الانترنال كومبشن انجن، جاز داينامكس احد فروع الفلويد ميكانكس، ماشي؟ بس هي تصنيفه اداريه لتوزيع الكورسات، خلاص؟ للاسف هذه التصنيفه الاداريه بتنطبق عليك في توزيع المشاريع حتى هذه اللحظه. يعني حتى هذه اللحظه نوع من التنظيم بينظموا ان يوزع الناس على الشعب، عشان العدد كبير 600 طالب، بيقول لك ما ينفعش يوزعوا مباشره على الدكاتره، فبنوزعوا على الشعب. فدي اول مشكله عندك في الاختيار الحالي. ليه؟ لو انا كاتب لك هنا رينيوبل انرجي، ويند انرجي، تفتكر لو انا عايز اشتغل في الويند انرجي اشتغل مع انه شعبه في الاربعه؟ حد عنده اجابه اخرى؟ ديزاين. حلو، حد عنده اجابه اخرى؟ الحقيقه بقى ان هتلاقي الاربع شعب، لو انت رحت سالت هتلاقي الاربع شعب بيشتغلوا ويند انرجي. طب فيهم حد بيشتغل في غير تخصصه؟ الحقيقه لا، مشروع التخرج يعني انت مثلا كاره الفلويد ميكانكس قوي، كاره مش عايز اشتغل في الفلويد ميكانكس، قلت اروح ابعد، اروح ايه؟ اروح اشتغل في الديزاين. فقلت اشتغل في الديزاين، قال لك هشتغل ويند انرجي، تقول له ده فلويد ميكانكس، اقول لك لا، ده في جير بوكس وفي شافتس وفي وفي وفي. طيب امال ايه؟ يعني هنسيب الفلويد ميكانكس؟ قال لك لا، لان الانرجي اصلا جاي من الفلويد ميكانكس، وبالتالي المشروع مفيش حاجه اسمها مشروع فلويد ميكانكس، مفيش حاجه اسمها مشروع هيت ترانسفير، مفيش حاجه اسمها مشروع ديزاين. المشروع بتاعك لازم هيبقى فيه انبوت من كل الشعب، جايز تبقى مثلا 70% ميال لحته معينه فلويد ميكانكس. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على ويند انرجي هتلاقينا لو احنا جايين له من فلويد ميكانكس هناخد 70% كلام على الويند كويند انرجي كفيلوستي، وهنشوف الكلام ده سريعا. يعني لما تطلع في الديزاين بس هل اقدر اكمل ويند انرجي من غير ما ابص على الشافت ولا على الجير ولا على الفايبريشن؟ لا طبعا، لازم هبص على الكلام ده، بس هناخدها من عندنا، بناخدها بطريقه ابسط شويه. فوق بيشتغل برضه ويند انرجي، بيبقى بيركز اكتر على نقل الحركه، لكن هل هيقدر يستغنى عن فلويد ميكانكس؟ مش هينفع، انا عندي انرجي. وبالتالي انت لازم هتلاقي نفسك كل مش كده وبس، يا ريت تبقى ميكانيكال بس. ده انت لو رحت كهرباء هتلاقيهم شغالين ويند انرجي، لان بعد الميكانيكال باور دي اما طلعت يعمل بيها ايه؟ احنا نعمل بيها ايه؟ ولا حاجه. لازم تتحول الى الكتريكال انرجي، عشان تتحول الى الكتريكال انرجي بتضطر تروح للجنريتور، اضطريت تروح للجنريتور رحت الكهرباء. خلاص؟ وبالتالي انت بتتعرض لحاجات كتير من دراستها، وده قوه المشروع في تعدد التخصصات اللي فيه، مش انه يبقى في تخصص واحد. في بعض الاحيان احنا بنهرب منهم في الويند انرجي، في ناس بتفكر حقيقه في موجود فعلا ان بتستخدم ويند انرجي ميكانيكال بارت تستخدمها مباشره مثلا لتحولها لبامبس من غير ما نحولها الكتريكال، والبامبس دي بطلع ميه من الابار. ده مشروع شغال على فكره وجاي، لان احنا في استصلاح اراضي وبتاع، ففي ميه ابار فممكن تستخدم الانرجي تطلع على طول الباور، تبقى هربت شويه من الكهرباء لكن لا تزال هيبقى عندك جزء ديزاين. خلاص؟ وبالتالي تصنيفة الشعب الحقيقة مزعجة شوية بالنسبة لك، لأن احنا بنيجي نقول لك لازم تختار شعب.
تختار شعبه نقول لك هنعمل تنسيق، كل الناس عايزه تخش هيت. طب هنعمل ايه؟ مش هنقدر ندخل كل الناس هيت، فيقول لك اعمل تنسيق بالمجموع. فبديت نسق بالمجموع، نسقنا بالمجموع، اخذنا شويه في الهيت. عيب المشكله دي ايه؟ عيب المشكله انت كجروب، وده اللي هتكلم عليه، ممكن تلاقي نص الناس جالها هيت ونص الناس جالها فلويد ونص وشويه راحوا ازاي. فبتدي تعيد ترتيب او اوراقك تاني. يعني كان في مقترح بقى لنا 54 بنحاول نعمله بس حتى الان مش لاقي قبول، ان نسيب الناس تروح مباشره للدكتور. خلاص يعني ايه ده رايي، ده اقتراحي انا شخصيا، يعني انك انت كجروب تروح بغض النظر بقى عن مجموعه ولا اي حاجه، تروح مباشره للدكتور اكس وتشوف عايز تشتغل معاه او تشوف ايه. ايه عيب اقتراح ده؟ ايه وجهه النظر المضاده للقصه دي؟ طيب لو قلنا انت من بعد سنه ثالثه هتبتدي تروح للدكتور اكس، في دكتور اكس في ناس عايزه كذا مجموعه عايزه تروح، فراح له ثلاث مجموعات. خلاص زي انا برايي، زي ما انت من حقك تختار الدكتور، برضو من حق الدكتور يشوف هيعرف يتفاهم مع الناس دي ومؤهلاتهم. متكلمش بقى على الدرجات، احدها الدرجات لكن احدها كمان البرسوناليتي، احدها الامكانيات، بيعرف بروجرامنج، اتدرب في شركات، ففي بعض الحاجات بتبقى بتبص للدكتور. وقطعا يعني برضو عشان اتكلم بصراحه معاكم شديده جدا، يعني لنفرض انا جات لي مجموعتين 10 و10، خلاص مجموعه ال10 التانيين دول فيهم واحد ابن واحد صاحبي وحبيبي او ابن رئيس الجمهوريه وموصيني لازم اخده، مش هضر نفسي عشان واحد. يعني لو المجموعه الثانيه احسن فقطعا، انا اقول لك بصراحه قطعا الدكتور هينقي مجموعه ثانيه لو هو دكتور بيشتغل، عشان ابقى صريح برضو معاه، يعني هيشتغل مع المجموعه، مش هياخد مجموعه تعبانه يقعد اطفال معاها طول السنه عشان يجامل واحد، مش بيحصل على الاقل. يعني انا اللي اعرفه انه ما بيحصلش على الاطلاق، يعني لكن انا اؤكد لك على الفلويد ميكانكس مفيش حاجه اسمها فلان كلم فلان فهياخد المجموعه عشان فلان، ده مش بيحصل. اللي اكتر من كده مفيش حاجه اسمها فرد، اغلب الدكاتره يعني انت مجموعه جات لك 10 وفي واحد جاي لي من سكه ثانيه، ما بنفرضش واحد على ال10 على الاقل في الفلويد ميكانكس، برضه كل شعبه بتتكلم عن نفسها. وبالتالي تشيل من دماغك حكايه ان احنا انا اجيب واسط عشان اروح لاكس، الكلام ده غير وارد تماما عندنا في القسم يعني. خلاص طيب يبقى انا دلوقتي هو دكتور خد مجموعه من ضمن هذه المجموعه طالب جايب جيد وانا جايب جيد جدا، فانا بحس ان انا اتظلمت لان انا كنت عايز اروح للدكتور ده هو خد اللي جايب جيد، فانا افضل كواحد جايب جدا ان انسق بالمجموع عشان انا اللي اخد البوزيشن ده. الكلام ده غلط ليه بقى؟ لان اساسا مفيش حاجه اسمها مشروع حلو مشروع وحش حقيقه، يعني المشروع مشروع طلبه. واسوا حاجه في موضوع التنسيق انك انت ممكن تلاقي نفسك اتحطيت في مجموعه ما تنسجمش معاك، يعني ممكن تروح في مجموعه مثلا كلها انا جايب جيد جدا، اروح مجموعه كلها جايب جيد جدا وامتياز، وفي مجموعه ثانيه جايبه جيد او مقبول، والمجموعه اللي جايبه مقبول انا كنت هتفاهم معاها احسن ويعملوا مشروع احسن بتوع امتياز. على فكره دي ورده لو الوقت سمح هديك من تجاربنا الشخصيه، ان المشروع ملوش علاقه مباشره بالجريدز، يعني ممكن واحد مقبول وواحد اول الدفعه وبتاع مقبول ده يبقى البرفورمانس بتاعه احسن في المشروع وياخد تقدير اعلى، مش تقدير اعلى وكله بياخد امتيازات دلوقتي زي الفل، لكن خلينا نقول ياخد درجه اعلى. خلاص فمالهاش علاقه قوي، في علاقه طبعا بس مش قوي. خلاص وبالتالي قدامنا سكتين، السكه اللي احنا ماشيين بيها ان احنا بننسق شعب وكل شعبه ليها سيستم، بقى هتكلم على شعبة فلويد ميكانكس. الطريقه الثانيه المقترحه حتى الان ما لقيتش قبول نظرا لنظره الناس ان يقول لك كده مش عارفين مساواه وان الواحد هيبقى جايد راح في حته وجايد جدا ما لقاهاش، ففي ناس معترضه عندنا في القسم يعني من الاساس. في فلويد ميكانكس بنطبق اللي انا بقوله ده في النص الثاني، يعني سيادتك بعد ما عملت تنسيق دخلت فلويد ميكانكس، اول ما تخش فلويد ميكانكس بنقول لك انت تكون جروب وبيبقى متكون اوريدي حقيقه يعني، ومكلم دكتور وبيبقى اوريدي مكلم الدكتور قبل الحاجات الاداريه دي كلها العمليه بتبقى خالصه على فكره، ومكلم دكتور والدكتور بعد كده هو هيقول الجروب ده موافق عليه او لا، وكل الخطوات دي بتبقى خالصه بحيث ما يبقاش في تنسيق قوي داخلي، يعني بيبقى خلاص معروف كل جروب ده راح مع دكتور اكس، لو في دكتور كان جاي له اكتر من مجموعتين بيبقى اختار مجموعه منهم او اثنين على حسب قدرته اللي هو عايز يشتغل عليه. طيب لو انا اقول لك انت دلوقتي انت في مرحله عايز تفكر طب انا دلوقتي اخش ايه، فلويد ولا اخش ديزاين ولا اخش انترنال، انا زنقك من الاول كده خلاص، هقول لك انت عايز ايه من المشروع. قبل ما اقول لك انت عايز ايه من المشروع هقول لك احد الدروباكس في حكايه انك انت مشروعك بقى فلويد ميكانكس او ديزاين او للاسف في وقت ما عملوا لائحه وربطوا الكورسات اللي كتب عندنا ثلاث كورسات اللي كتب
دي الجراديويشن بروجكت كان بتارجت ان اقول لك انا عايز واحد متخصص اكتر ناحيه الفلويد او متخصص اكتر ناحيه الديزاين، خلاص؟ فبقت مربوط يعني ايه؟ يعني انا مشروع ديزاين يقولوا لي يقول لي ايه اللائحه؟ تقول لي لازم كورس من الاختياري الاول والثاني اخده ديزاين. خلاص؟ الكورس الثالث ملوش علاقه بالبروجكت، يعني اي واحد فيكم هيقدر ياخد في الكورس الثالث خلينا نخلص منه، ياخد اوتوموتيف انجينيرنج، ياخد هيدروليك سيركتس، ياخد ترايبولوجي، اي واحد من دول يقدر تختاره ملوش اي علاقه بالمشروع. لكن نيجي بقى للمشروع، حضرتك على الاقل ماده منهم لازم تبقى في المشروع. طب يعني ايه على الاقل؟ الليكتف انت بتختار، ها؟ يعني ايه على الاقل ماده؟ يعني انا مشروع ديزاين، ما كتبت خلاص شعبتي شعبه ديزاين. على الاقل ماده منهم اخدها ديزاين، هتلاقي ما فيش ماده غير الاوبتيموم ديزاين. يبقى حضرتك بتجبر انك تختار، تجبر انك تختار الاوبتيموم ديزاين. خلاص؟ طب لو انت فلويد هتلاقي نفسك، طب لو اخترت انت اوبتيموم ديزاين، هل اقدر اخد جاس تيرمال؟ خلاص اخدت اوبتيموم ديزاين. هل اقدر اخد ديزاين اوف ثيرمال اكويبمنت؟ خلاص ما تقدرش. خلاص نفس الكلام بالنسبه للفلويد ميكانكس. تيجي فلويد ميكانكس هتلاقي الالكتف الاولاني، الالكتف واحد ده بيبقى في الترم الاول، الالكتف 2 و3 بيبقى في الترم الثاني. الالكتف واحد كفلويد ميكانكس اختار اي واحده تعجبك زي ما انت تحب. الالكتف 2 هتلاقي نفسك اجبرت انك تاخد فلويد ماشين. طب انا كنت عايز اخد ثيرمال باور ستيشن، لا خلاص انت اجبرت. ماشي انترنال، انترنال لو انا انترنال هاجبر ان اختار الالكتف الاولاني جاز تيرمال. الوحيدين اللي موجودين هنا وهنا هم ثيرموداينامكس، عنده ديزاين اوف ثيرمال اكويبمنت وعنده اوبريشن مانجمنت اوف ثيرمال باور ستيشن، ياخد واحده منهم والثانيه يختار زي ما هو عايز. ماشي طبعا انا مش موافق على طريقتكم للاختيار فمش هتكلم فيها. يعني انت بتختار، مش بتختار الماده، انت بتختار تسال زمايلك دكتور ده ايه نظامه، درجاته حلوه، درجاته كويسه، امتحاناته سهله، امتحاناته صعبه، يبقى هو ده. خلاص ما بتختارش الماده كمحتوى علمي يعني. طبعا ده مش هنناقش فيها، بس انا رايي طبعا ده اختيار خطا يعني، ومش مضمون على فكره يعني خالص، كمان مش مضمون. يعني مثلا تقول انا هختار اي ماده، هيقول لك سيركتس، هيقول لك سمعت ان الترم اللي فات كانت الناس مبسوطه، ممكن الترم ده يكون الدكتور اتغير او الدكتور بقى يجيب امتحان اصعب. مش قاعده ان الماده تفضل سهله على طول او الدكتور يدي درجات على طول، قاعده مش صح قوي. بس انا عارف ان انا مهما قلت من هنا لبكره محدش فيكم هيقتنع، وهتبقى برضو شغالين بالدفع الذاتي. بالدفع الذاتي يعني مثلا حصل دون ذكر بقى اسماء لمواد، مادتين اختياري كانوا قصاد بعض، كويس؟ كانت ناس متقسمه كده وكده، فدكتور اكس قرر يلغي الميد تيرم، كانت الناس تابعه للميد تيرم بقى مش مذاكره ولا حاجه، راح حصل فلو كل الطلبه اللي هنا اتنقلت كلها هنا، راح دكتور واي لغى الميد تيرم، راح حصل فلو عكس. طبعا ده يقول ان احنا هي مجرد ميد تيرم يعني. ماشي دي حصلت فعلا يعني. طيب وبالتالي دي ممكن تحطها في دماغك لو انت هتاثر عليك، ما اظنش هتاثر قوي بس على الاقل تبقى موجوده عندك. طيب انا هختار ايا كان بقى البروجكت هختاره ايه؟ ايه اللي انا عايزه؟ هل انا عايز الجريدز؟ هل انا هبص على ان انا اجيب امتياز ولا جيد جدا؟ ولا انا هختار السوبرفايزر؟ السوبرفايزر مستريح له، السوبرفايزر متساهل. ولا هختار التيم اللي هشتغل معاه؟ ولا البروجكت بوينت والسبجكت؟ يعني انا عايز فلويد ميكانكس، عايز اشتغل في ويند انرجي ناحيه فلويد ميكانكس او هيدروليك سيستم او ايا كان. ولا البروجكت فاليو، قيمته ايه البروجكت؟ هل ليه قيمه ولا لا؟ ولا الكوست، هل انا في تكلفه؟ هل هتحمل جزء من التكلفه؟ هل انا هعمل موديل حقيقي في تكلفه اقدر اتحملها ولا لا؟ ولا الايفورت والتايم اللي هبذله في المشروع؟ في مشاريع هتلاقي انك انت تقعد طول السنه حاطط باشا وبتناقش في اخر السنه وخلاص، وفي مشاريع هلكك طول السنه مش مخليك تتنفس. ولا هختار بيزد على الفيوتشر وورك، هل المشروع ده هيشغلني بعد كده ولا لا؟ دي الاسئله اللي المفروض حضرتك ايه تسالها لنفسك، وبعد ما حضرتك تسالها لنفسك ترتبها، وبعد ما حضرتك تسالها لنفسك ترتبها. انا هختصر عليك القصه من ناحيه الفلويد ميكانكس. حضرتك هتقول انت علمتوني حاجه اسمها افيشنسي، فانا هبص هاخد احسن افيشنسي. طب ايه احسن افيشنسي؟ اوتبوت على انبوت. طب ايه الاوت بالنسبه لنا من الاخر كده؟ الجريد. طب ايه الانبوت بالنسبه لنا بالاخر كده؟ الايفورت والتايم اللي هعمله. خلاص واحنا اسوا افيشنسي، تقولك بصراحه احنا اسوا افيشنسي في الشعب كلها. اسوا افيشنسي يعني ايه؟ يعني الاوتبوت كجريد
على الايفورت والتايم ده رقم سيء؟ اه، لان في ناس ما بتقدرش ننافسها، في ناس عندها الافيشنسي انفينيتي مش هنقدر ننافسه. ماشي، احنا اسوأ افيشنسي مش عشان اسوأ جريدز، لا احنا قطعا من اعلى جريدز، بس احنا اعلى جريدز مش عشان الدكاتره بتوع الفلويد بيدوا جريدز عاليه، لا عشان الدكاتره بتاع الفلويد بيخليك في المشروع تعمل مجهود ويستهلك جزء من وقتك. فمن اول كده لو انت عايز سكه سهله ما انصحكش بالفلويد ميكانكس صراحه شديد. فلو انت ده مهم قوي عندك سيبك من الفلويد ميكانكس. خلاص، لو الحاجات التانية بقى ليها اهميه اكتر، لا احنا هنكمبيت بقى مع بقيه الشعب. خلاص، معنى ذلك انك انت داخل المشروع عايز تتعلم، مشروع الحاجه الوحيده اللي بتنقلك نقله حقيقيه من ستودنت تو انجينير لو عملته صح. لازم تحس ان في حاجه بتعملها بايدك، حاجه انت اللي بتعملها، حاجه مش قاعد تذاكرها تحفظها كالعاده، يعني تحفظ 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 وتخش ترص 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 وتفرمت الهارد ديسك بتاع حضرتك. تاني ماده تحفظ 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 تخش ترص ترص وتفرمت الهارد ديسك بتاعكم من كتر ما تفرمت عايز يتغير. ماشي؟ طيب لو جيت بقى انا ارتب، خلاص هنحط بقى الخطوه الاولانيه، انا بقول انا فعلا عايز المشروع ده يبقى فيه انبوت بتاعي واتعلم منه وبتاع، وطالما فيه انبوت وهتعلم منه نمره واحد يحشلها من حسابي خلاص. طالما هعمل مجهود وهتعلم روح اي حته، روح لاي ادفايزر تاكد انك تاخد اعلى جريدز للميكانكس او غيره يعني. خلاص، طيب هبص بقى انت بختار ايه؟ اختار السوبرفايزر ده بيدي جريدز، قلت لك خلاص هتعمل مجهود حق اي سوبرفايزر هديك، ده بيضحك وبيهزر وبتاع وخفيف في التعامل، مش هو ده الاختيار الصراحه. ايه اهم حاجه في رايي انا من كل القصه دي؟ التيم بالظبط. هل الفيوتشر ورك؟ الفيوتشر ورك لو البروجكت بتاعك كويس وانت عامله 100% هيأثر في الفيوتشر ورك. يعني ايه؟ يعني مش مثلا انا عايز اشتغل مثلا في شركه الميه مثلا، باخد مثال بعيد شويه، فاقول لا اروح اعمل بقى بايب لاين وبامبس وبتاع، واحد تاني اشتغل هيدروليك سيستم ورحنا احنا الاثنين، هل هياخدنا؟ لا، هياخد المهندس الكويس بالنسبه له. هيسالك الانترفيو من ضمن الحاجات اللي كلمك عليها البروجكت بتاعك، بغض النظر هو ايه؟ بياخد البروجكت بتاعك ده انت عملت فيه ايه؟ الانبوت بتاعك كان فيه ايه؟ هل كان فيه انجينيرنج سينك؟ هل فيه لوجيك؟ بيشوفك انت كبرسونال. على فكره الشغل بيحكم على البرسوناليتي ومؤهلات، مش اساسا على العلم. هيقول لك سمع بقى شابتر مساله ثلاثه من البايب لاينز، مش هيحصل الكلام. وبالتالي اهم حاجه فعلا التيم، لان التيم ده حضرتك هتقعد معاه وانت في سنه رابعه هتلاقي نفسك بتقعد معاه اكتر ما بتقعد في البيت، واكتر بكتير ما بتقعد مع السوبرفايزر بتاعك. السوبرفايزر بتاعك لو راجل من اللي بيشتغلوا قوي من السوبرفايزر هتلاقيه يشوفك ساعتين في الاسبوع، ده لو هو بيشتغل جامد كمان. لو هو ما بيشتغلش جامد ممكن يشوفك ساعتين في الترم، على حسب طبعا السوبرفايزر. ما تضحكش، في ناس بتشوف ساعتين في السنه. ماشي؟ وبالتالي السوبرفايزر مش هو العنصر الرئيسي اللي تختار عليه. العنصر الرئيسي في رايي اللي تختار عليه كون التيم الاول، وبعد ما تكون التيم ابتدي بص على الحاجات دي. لاخر مره في حياتك هتختار الناس اللي هتشتغل معاك. من بعد كده لما تروح تشتغل هتلاقي يفرض عليك ناس بافكار مختلفه بتاعتك. بما ان انا بقول لك هتقعد معاهم مده كبيره وهتبقى حياتك، يبقى لازم يكونوا اصحابك، عشان احنا هنكون صحاب قوي، صحاب من ابتدائي، وهنخش هنا وهنتخانق هنا. بس هنتخانق ونشد وننزل والامور هتمشي. لو احنا بقى مش صحاب يبتدي بقى حركات الطلبة، وده راح للسوبرفايزر من ورانا، وده خب ورقة، وده قال عمل حاجة من ورانا عشان يبان قدام السوبرفايزر، هتلاقي حاجات كتير كده، ده أصحابه بيعملوا كده. فيعني على الأقل الأطمن إن نبقى على الأقل نبقى أصحاب يعني، خلاص تبقى عارف على الأقل. لو أنت عارف إنه هيعمل حكاية تبقى عارف إنه عارفه يعني، خلاص أبقى عامل حسابي هو هيروح من الناحية دي وأنا أروح له من الناحية التانية. طيب، وبالتالي حضرتك لازم كون التيم الاول، وبعدين ابتدي جاوب بقى على الاسئله دي. ايه اللي انا عايزه؟ ايه الحاجه اللي انا حاببها؟ ايه الحاجه اللي انا هبدع فيها كتيم؟ طب افرض انا عايز اشتغل فلويد ميكانكس واصحابي كلهم ثمانيه التانيين ثيرموداينامكس، انا اعشق الفلويد ميكانكس بس الثمانيه التانيين عايزين ثيرموداينامكس، انا لو قرار في ايدي هقول لك روح ثيرموداينامكس، لان هو ده اللي هيبقى معاك، صحابك اللي تشتغل معاهم، هتلاقي الجو حلو، جو بتاع شغل، جو بتاع علم، هتلاقي مجال. غير لما تخش فلويد ميكانكس نفسك لوحدك كده، او تروح محطوط في مجموعه انت وحظك، حظك عاده بيكون سيء على فكره يعني. ماشي، انت مش كده وبس. من ضمن الحاجات اللي بيبص لها اي سوبرفايزر التفاهم والتعاون بين التيم. بيجي لنا واحد لوحده كده عمري ما هحكي يعني، لو اول الدفعه دخل عليا قال لي انا عايز اعمل مشروع مع نفسي كده،
طب ما كونش مجموعه ليه، اصل مش لاقي حد اشتغل معاه. ده لا يمكن اخده، لان معناه ايه؟ هو مش لاقي حد في ال 600 طالب اللي هو بقاله معاه 5 سنين ينفع يشتغل معاه. قطعا المشكله مش في ال 600 يعني، قطعا المشكله في الشخص. فطبعا التيم المتفاهم ده اهم حاجه. يعني انا بالنسبه لي لو انا بتكلم عن مشروع ليا، الويتنج فاكتور بتاع التيم المتفاهم ده فوق خالص، اعلى حاجه. غض اي حاجه ثانيه عندي. خلاص؟ الدكاتره التانيين بيبقى في تيم فاكتور، في الجريدز، في زي ما قلت لك انت خدت دورات في ايه، كنت تروح تتدربت في ايه، افكارك ايه، الفكره اللي عندك. طيب عشان ما يسرقناش بس الوقت نحاول نمشي اسرع شويه. لو انت بتقسم الجراديويشن بروجكت بتاعك هتلاقي انت بتفكر هل اعمل حاجه اكسبيرمنتال، اعمل بروتوتايب حقيقيه ويند تيربن حقيقيه تولد طاقه مثلا، ولا اعمل موديل صغير، ولا افكر في حاجه كرييتيف فيجن جديده، وهديك امثله سريعه، ولا اخد ناشونال بروجكتس اتكلم على حاجه الناس بيتكلموا عليها كتير. في ناشونال بروجكت كتير، يعني ناس بتتكلم على رينيوبل انرجي ناشونال بروجكت، في ناس بتتكلم على مشاكل الصرف الصحي، في عندنا مشاريع في مشاكل الصرف الصحي بعدها ناشونال بروجكت، ولا يهمني بس ان اتعلم وابني باك جراوند. يبقى هنقي مشروع ويل نون معروف بيتعمل في تعليم كتير جدا، في مشاريع تصنف كده انا داخل هتعلم كتير جدا بحيث ابني باك جراوند في الحته دي. خلاص؟ ولا بدور على شغل، بدور على شغل قلت لك ما تساعدكش قوي، يعني ليها فاكتور بس مش كبير قوي انك تحدد المشروع، فيها فاكتور جزئيا يساعدك لكن مش كبير قوي، لو انت اتقنت مشروعك اكيد هيساعدك في الشغل. لو انا قلت لك لا ايه المشاريع اللي عندنا سريعا، عندنا مجموعه من المشاريع بتتكلم على بايب لاين ديزاين، فاريشن، اوبتمايزيشن، والبامب سيلكشن. عندنا مشاريع بتتكلم على جاز ستيشن اويلاند جاز ستيشن، الدكتور حسن ورده ومنشي فضاره والدكتور عصام وهبه بيشتغلوا في الحته دي قوي، انه يبقى عنده محطه كامله ناتشورال جاز اويل ايا كان بيدرسها بالكامل، بما فيهم بقى هيت اكستشينجر، كومبريسورز، بامبس، اي حاجه، مش فلويد ميكانكس بس، كل حاجه، ديزاين للبايبس، ديزاين للصفو، اي حاجه كله بيدرس. عندنا ويست مانجمنت، التعامل مع الويست، والويست ده ممكن يكون سوليد او ليكويد. سوليد المشاكل القمامه اللي موجوده في كل حته، وده دكتور صادق شغال فيها بشده. الصرف الصحي دكتور محمد فريد، دكتور محمد فريد هتشوفه في سنه رابعه، مشروعه هيكون ناحيه الويست من ناحيه الصرف الصحي، هيبقى عنده ديزاين للبامب ستيشن انكلودنج البايبس سيستم بتاعها ناحيه الويست، هو شغال فيها دلوقتي. عندنا موضوع جديد شويه انرجي سيفنج، نخش في كل الحاجات دي، لكن ديسيلينيشن يوزنج ار او، ديسيلينيشن التحليه باستخدام الار او، ودي غالبا هنشتغل فيها. عندنا مشاريع تصنف هيدروليك اند باور نيوماتيك سيستمز او الكترو هيدروليك نيوماتيك، ده ان شاء الله هتعرف الموضوع ده في سنه رابعه وهقول فكره عنها. عندنا ريوال انرجي زي الويند انرجي، في حاجات ثانيه، في انرجي من السي، في انرجي من السولر، في كذا حاجه. عندنا سي اف دي ابلكيشن تخش في اي حاجه من الحاجات دي، او يبقى مشروع قائم بذاته على سي اف دي ابلكيشن. عندنا مشاريع ايروداينامكس وشغالين فيها السنه دي. سريعا يعني عشان نتكلم، لو انا بتكلم عن الستيشنز كمثال، بيبقى عندنا تانك فارم ديزاين، نعمل ديزاين للتانك بالكامل، ممكن مشروع يبقى من اصله ما بعملش غير الديزاين بتاع التانك، وده من ثلاث سنين كنا جايبين مهندسين من سوميت، كان بنعمل ديزاين للتانك بتاع سوميت، ديزاين بقى احنا دي كل حاجه. كل حاجه لا تتخيلها، تتخيل ده تانك بس وبعرف سيكنس، لا في حاجات كتير جدا، في فاير فايتنج جوه التانك، ازاي بيمثلوا فاير فايتنج، في فلوتنج روف بيتحرك ازاي، في لو في ليكج، في سيفتي، في كذا حاجه، في ريليفنج. في البامب ستيشن اللي هتنزل التانكات ده ممكن يمتد الى لو انا عندي اوف شور، اوف شور يعني خارج في البحر، بنتكلم على مركب بترسي في بايب لاين اوف شور وان شور، يعني مثلا خط سومت مركب بتيجي تقف في العين السخنه تفضي الحموله بتاعتها، تتنقل في البايب من العين السخنه لغايه سيدي كرير، وبعدين تيجي مركب اخرى يتملى فيها الحموله. فكل ده بيبقى كل ده ديزاين، في مشروع بالكامل هو القصه دي بالكامل. الويست مانجمنت قلت لك في ده كان مشروع من سنتين كده، كنا بنتكلم على ازاي ننقل من البيوت بالاندر جراوند نيوماتيك سيستم، فاكيوم نيوماتيك سيستم، خلق فاكيوم تسحب تجمع القمامه اندر جراوند بالكامل. دكتور صادق عنده كذا فكره ممكن يتكلم فيها في الويست مانجمنت، وقلت لك من ناحيه الصرف الصحي دكتور فريد بيشتغل. بتكلم على فلويد باور سيستم، في مشاريع كتير الحقيقه، احنا علينا باع كبير في فلويد باور سيستم، بس
بس يعني للاسف هي طبعا عشان نقلت من على الكمبيوتر كانت في برزنتيشن خاصه بالدكتور كامل، انا هوريك شويه الدكتور كامل في جهاز بتنزل عندنا في المعمل، هتلاقي جهاز ازرق كده شكله نظيف جدا. الجهاز ده عباره عن هيدروليك تيست بنش، هيدروليك تيست بنش بيتم فيه اختبار اي حاجه خاصه بالهيدروليكس، بامبس، فالفز، سلندرز، كل اجزاء الجهاز ده اتعمل وكان مكلف غالي، كانت صرف عليها حديد عز من حوالي 10 سنين ولا حاجه، بيتكلم 60 70 الف جنيه. الجهاز ده فيه كنترول يونت، فيه بي ال سي، فيه انسترومنتيشن، فيه سنسور، هو عايز يستفيد بيه اقصى استفاده، فعايز مجموعه تكون نشيطه كده تبتدي تشوف هنعمل بيه، يبتدي يعمل عليه تيست، يبتدي تعمل الباست بامب، يرسم كيرف، يطلع يشوف الامب دي فالد ولا لا، الفالف ترسم تيست، تيست معناه كالبريشن، يعني ترسم الكيرف مثلا اتش كيو كيرف او بي كيو بحاله اللي هو علاقه ما بين الضغط والفلوريت، بنحسب لو فالفز نحسب الفقد في الفالفز قد ايه، سلندرز نحسب لو عندي سلندرز نشوف هتستحمل ضغوط كام، كل الكومبوننت دي. الجهاز ده لو انت مهتم هتلاقي الموجود، ولو انت مهتم تعالى اوري لك البرزنتيشن بتاعت الدكتور كامل ممكن تتكلم معاه. لكن كمان كان عندنا مشاريع بتتكلم على فلويد باور سيستم، في مشاريع تراديشنال عاديه ما فيهاش ابداع لكن فيها تنفيذ مهم. هاخد مثال منهم حاجات هتشوفها بنشرح بيها، وليكن الفورك ليفت مثلا. فيها فكر تاني خالص، ماشي؟ وكل ما طبعا عملت ديزاين صح اكتر، كل ما اللوسز اللي بتحصل او التغيير اللي بيحصل بيبقى اقل. يعني في ناس لما بتيجي تنقل تلاقي طلع حاجه تانيه خالص، ديزاين بيقول حاجه وبيطلع حاجه تانيه خالص. وفي ناس بيعملوا ريفرس انجينيرنج بفكر تاني. يعني ايه ريفرس انجينيرنج بفكر تاني؟ يعني بيروح يجيب حاجه جاهزه ويصنعها عند اي ورشه وبعدين يعمل لها الريبورت بتاعها. طبعا ده مش المقصود بالريفرس انجينيرنج، حاجه تانيه يعني. فطبعا مش هيعلم حاجه، مش هيستفيد حاجه، هيتمنظر بيها شويه لكن مش هيستفيد حاجه. لكن تاكد اللي قعد عمل ديزاين لكل حاجه، في شغل ديزاين وفورسز وهيدروليك وحاجات كتير، وفي الاخر قدر ينقل من الصوره اللي حضرتك شايفها دي ليه الحقيقه اللي انت بتشوفه في المعمل. هتحس بنفسك انك فعلا بقيت مهندس.
هوريك واحد تاني بس عشان نلحق. يعني هنا المشروع ده كان بيتكلم على ان في مشاكل لو عايز تمد بايب لاين تحت البارك، فهتمد ازاي؟ هتوقف مدينه بالمنظر ده؟ فابتدى يفكر اللي لكم ناس تقيله بتوع ديزاين كده.
كنتش شباب انا اللي رد. طيب الار او بي ده كان في 2006. بقولك كانش في حد دلوقتي كل الناس بتعمل ار او بي. في شغل في كل حاجه بقى، في ديزاين، في فلويد ميكانيك، في بس هوريك حاجات سريعه عليه. مشروع مشترك وكان بيتكلم على ازاي بنولد من السولر، حتى دخلنا في تخصص من تخصصنا ومع الديسيلينيشن، وكانوا عاملين تو تيمز، تيم ميكانيكال وتيم الكتريكال، وكلمنا على حاجه اسمها ستيرلينج انجن ازاي تولد بسرعه مباشره من الهيت تحول لميكانيكال مش تحول لالكتريكال. وفي طبعا زي ما كنت بكلمك على الويند انرجي، ويند انرجي فيه شغل كتير جدا، فلويد ميكانكس ده المبنى بتاعنا على فكره، ده مبنى الميكانيكا وده اللاب، وكانوا بيختاروا فين يحط الويند تيربان عشان يولد يبقى عنده اعلى سرعه ويولد باور. وطبعا ده الديزاين بتاع الايروفويل بتوع الوينج بليدز، وازاي السيبريشن اللي انت خدته في سنه ثالثه، وكذلك بالفلويد ميكانكس تقدر تحدد السيبريشن تاخد بيست او الاوبتيمم ايروفويل، وده شكل البليد على بعضها ماشي. وطبعا بنروح بعد كده لحته بسوليد وورك والديزاين، ده ديزاين بليد ستريس اناليسيس برضو. زي ما قلت لك لو انا ما رحت لهمش يبقى انا مشروعي ناقص طبعا، لان ممكن اعمل بليد زي الفل شكله حلو اول ما اركبه اتكسر ماشي. فلازم طبعا تبقى عندك فكره، يعني مش هتقدر تهرب من شعبه في شعبه ثانيه، يعني مش هتقدر تهرب في فلويد ميكانكس تروح ديزاين تقول مش عايز فلويد ميكانكس او العكس. طيب ده اللي انا عايز اقوله لكم. في اي اسئله طبعا مش هقدر اخد اسئله دلوقتي، لكن انا في مكتبي في اي وقت ممكن حد تساله في اي اسئله. شكرا يا شباب جدا.
بشكر الدكتور إيهاب آدم المعروف عنه اللي هو دايماً بيوري لنا حاجات إحنا ممكن عمرنا ما كنا خدنا بالنا منها طول السنين اللي درسنا فيها في القسم دي، وبيكشف لنا عن حاجات الصراحة يعني الواحد بيتعلمها منه كل شوية. فبنشكر الدكتور إيهاب آدم تاني. في جزء بس كنت عايز اقول فيه حاجه صغيره، دكتور ايهاب ادم كان بيتكلم عليها ان احنا مش جريدز بس، مش مجرد تقديرات وشويه حفظ بنحفظوه نخش الامتحان نسمعه. ده انا واحد من الناس والطلبه معظمها بيبقى كده، بنحفظ معلومه نخش الامتحان نخلصها ونمشي، ومشت على كده تمام. الجزء اللي هو بتاع الشخص